عسلامة. مرحبا. نعيشك. مرحبا بيك. عارفه عليك. اسمي ألفا. مرحبا بيك مدام ألفا. منين جيتنا؟ سينا. في تونس لهنا. اي مدام ألفا يعني حبي تحكي معنا شويه على يعني الظروف الاجتماعيه اللي تعيش فيها وكل شيء، وماذا بيك لو كان يعني اصحاب القلوب الرحيمه يعاونوك شويه. خلينا نعرفوا تفاصيل يعني الوضعيه نتاعك ساعه. ليلى محمد رسول الله شكون لك؟ انت ماكش متزوجه؟ اي لا. مع شكون عايش؟ مع دارنا، مع خواتي، مع عائلتك يعني في دار بوك. مضبية خدمة؟ لا في الدار قاعدة. ليش؟ مضبية نخدم ولا نمشي نلوش شيء يقول لك بما حاجة نطلبوك. قديش عندك تفرك في خدمة؟ من 2014 والله. من 2014 لتوا يعني 10 سنين ما لقيتش؟ لا ساعات يكلمني مقاول نعوض نسيه مثلا. أنا نحب نخدم بالشهر. ساعة ساعة تمشي تخدم؟ بالشهر يعني فهمتني؟ لا نشري هذاك عشان مريض نشري دواء نعاون روحي شوي نزين روحي شوي. عندك الحق عندك الحق. هي مثلا انت توا تخدم بالنهار يعني كي عيطوا لك تعوض ولا ايتاي؟ هي ماذا بي الحكم يعاوني شوي على الاقل نشري دواء يعاوني ان شاء الله دارهم تنحق علاش ما عنديش مش علاش ما عندي ان شاء الله غالب الله يدوروا. فهمتي عندك خواتك ولاده والله قاعدين ما يخدموش زيدا والله بالعاده. شكون يشري لكم العلوش؟ الوالد يعني الوالد والد ظروف ما مصاب يعاونوني الرحمه مصاب يعاونوني فهمت ايه كان هداهم ربي يعاونوني عت الرحمه ان شاء الله ربي يهديهم يعاونوني عاد تشري العطاء لو صغير ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله اللي يتفرجوا فيك ان شاء الله يعاونوك فهمتك. دونك الظروف صعيبه شويه في العائله. ظروف شكون يخدم فيكم في العائله؟ انا يخدم عندي اختي زاده كيف تلقت مسكينه تلقت ما عندهاش خدمه رسمي مثبت كيك شوي على الاقل فهمتي هي تلقت مسكينه. شكون فيكم عنده دخل شهري قارف؟ حتى واحد بوي مريض حشيك عنده السكر والدم ما نجمش يخدم لطف عليه عملوا فيه فهمتي. انا نقول لك في الباب زين هاني نقسم لي لقت في الباب باش نعمل خبز ياه بس لقت نخدم بها لقت في الباب زين نعطيهم لي يشرب لهم دواء شنو واحد نقد من روحه شنو يعمل واحد والله نصف على الاقل يعاونوني هل الرحم يعاونوني كاين ان شاء الله يهديهم ربي يعاونوني والله يزول عيال الاخر على الاخر على الاخر صمتوا بالله على الاخر والله. مش شكون من عائلتكم هكا ساعات يعاونكم ساعات يحس بيكم؟ لا ولا جيرانكم يعني في كل بلاصه تلقى الجيران ديما تعاون في بعضها؟ والله ما يعاون والله ما يعاون اسمع في الكل والله ما يعاون صمتوا بالله ما يعاونوا الجمله ما يفرجوا فين ما يعاونوا الجمله والله انت في السخانه هذه على الصباح لقيت في الدبابه زي على الصباح في السخانه السخان واش نعمل على الصباح والله غالب نتعامل والله صافي هذه رحمه حتى تركت عندي نحب نوريها لهم باش صدقوني فهمتي صدقوني باه. قلت لي انت معناها المكتوب ما خليكش تتزوج؟ مكتوب بنتي مكتوب ان شاء الله ربي يسهل لي ان شاء الله يا رب اسمع في الكل اعطيني يا خادم ولا يعاونوني ذاك هو كان ربي يسهل ترى كان يجي قسمه كان ربي يسهل ما تتزوج كان ما تخدم؟ انت ما تتزوج كان ما تخدم؟ بالطبيعة واحد يشري الزهاز شوي 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 فهمتي شوي وهو يخدم على الاقل شوي شوي فهمتي اي ذاك هو اي ان شاء الله ان شاء الله يا رب. قديه انتم في افراد العائلة؟ احنا اربع بنات وزولات وامي بابا. عندك خواتك متزوجين؟ لا كلكم ما تزوجتوش؟ لا اصغر منك ولا اكبر منك؟ الاخت اكبر مني يعني. وعليه؟ لا مخطوبه مازالت هاك تشوف الدنيا غلطت مش نجم بدي عارف ما نجمش اعطيني خلينا نعاون روحي هذاك الحال. هي ما اكيد هكا العائله يقول لك هيا وقتيش نفرحوا بيك وقتيش هكا ولا يقولوا لك ان شاء الله 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 يا ربي حل ان شاء الله. خاطر هما هما يعاونوني برك مش حاجتي يعني يعاونوني يعاوني الحاكم مش حاجتي. ما خممتش تعمل بروجي صغير هكا يا مشروع؟ ما عطونيش والله ما عطوني والله حاجه صغيره. خليني نكلم المصاب هذايا خليه يسمعني الشيخ على الاقل يعاوني يعطيني رزق على الاقل يعطيني رزق هذاك اش حاجتي يعني هما خليه يسمعني يعطيني الرزق يا اخي. بلا مثال ان شاء الله ان شاء الله يخلي يشوفني الشيخ على الاقل يعاوني. شكون الشيخ؟ البلوسينا نمشي له نقول له نهز الورقه نهز الصديق اللي يقول لي قدر انا ولي يقول لي ما نعطيكش نقول حتى تعطيني رزق حتى عطى رزق رزق
حلي عطار نرزق فهمتي هكا اي على الاقل خي ما يسالش ابدا بشويه علاش ما تبداش بشويه انت اي خلي يسمعني يا ربي شنو الحاجات اللي تنجم تعملهم انت وحدك هكا يتبيعوا مثلا كيما ماي غرت حليب فهمت اي على الاقل نصرفهم على قصف المروحي فهمتي وشوي للدار فهمتي نشري شوي حوايج هكاك على الاقل انت توا انت ما تخدمش توا كيفاش توفر فيهم الملابس وال احتياجاتكم يعني العائليه كيفاش توفروا فيهم؟ ملايين اللي نكتب بهم لبس نخدم بهم ناكل بهم ريحنا ايش واخواتك الاخرين شو يعملوا؟ اه خواتك ولا قاعدين ما يخدمش ما يخدموش ولا قاعدين ما يعملوا حتى شيء؟ هما كيف كم لازم معايا لقتوا معايا زيادة لقتوا معايا ما فهمتي لازم معايا لقتوا معايا دبابس مش نعم ظروف بنت عمي ظروف على الاقل يسمع الوالد والوالده في الدار ما عندوش روتريت لا لا ها ما عندوش منحه هاي نمشي للعمدي نقول له عاوني يقول لي لا ان شاء الله يسمعني برك نقول له عاوني ما يقولكش ليه ما نتصورش يقول لك هكا ليه معناها نمشي له ان شاء الله يسمعني برك يسمعني يا خلي عاوني يا شيخ والديك عاوني راني على الاخر على الاخر على الاخر على الاخر هو احنا نطلبوا ربي راهو ان شاء الله نطلبوا ربي زي شوف ان شاء الله ان شاء الله ديما الدعاء ديما اطلب ربي يرزقك ما تعرفش انا هي ساعه الاستجابه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي امين يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي شنو تتمنى في حياتك؟ شنو تتمنى؟ نتمنى خلي يعطيني يعطيني انا نقد نفسي اكثر حاجه هكا تحب تصير في حياتك في الدنيا هكا حاجه ماذا بك تصير هكا حاجتي حاشم الجل يعطيني يعاوني صحه البدن لاباس تحب مشروع معناها مشروع هذاك حاجتي شوفي وجهي كحولية يا رب لطف عليك بالعكس مش مصيت بعد يلقط في الخبز يبس وش في يعمل الحمد لله الواحد الحمد لله والله ان شاء الله يسمعني الشيخ ان شاء الله يسمعني يا ربي حني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يرزقك نتمنيه لك يا ربي ان شاء الله يرزقك بالحق عايشك ربي يبارك لك عايش شكون عندك ساعه رقم تليفون عندي حطيته اه عندي تليفون لو كان فما شكون ينجم يعاونك والا شكون يقف معاك فما برشا عبيد تحب تعمل الخير وخاصه الايامات هذوما خلينا رقم الهاتف نتاعك باه اثنين سبعة ثمانية ثمانية ثلاثة صفر ستة تسعة عاودوا عاودوا اثنين سبعة ثمانية ثمانية ثلاثة صفر ستة تسعة يعطيك الصحة ان شاء الله ان شاء الله يوصل ان شاء الله يوصل النمر ان شاء الله يعاونينا العبيد يا رب ان شاء الله يا رب عايشك مدام هاي ربي بارك